طيب وعايز بقى بالمناسبة، ما هو أنا الحقيقة الـ كنت أقول لكم على التمشية، بس التليفون جاهز معانا وهو برضو أمر مهم جدا. طبعا مما لا شك فيه، الأعياد والمناسبات والأجازات على طول تستوجب إيه؟ حالة استنفار واستعدادات دايما قصوى، وبالتحديد في مترو الأنفاق. كل الناس تستخدم مترو الأنفاق، وفي يعني وقت قريب بإذن الله هتلاقينا كلنا بنستخدم متروهات وقطارات كهربائية ومونوريل، وهتبقى ليلة والله العظيم. حقيقي البلد فعلا بتتطور، بس لو انت عاوز تشوف، لو انت مش عاوز تشوف دي حدوتة تانية. خلونا ناخد معانا على التليفون الأستاذ أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق. أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ. ازاي الصحه؟ وانا بكل ساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب، ويا رب بعيد عيد سعيد علينا جميعا. استعدادات المترو يا فندم. حضرتك احنا عندنا الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق، الخط الاول من حلوان للمرج، الخط الثاني من شبرا الخيمه للمنيب. ان شاء الله احنا طبعا توجيهات وتعليمات معالي الفريق كامل الوزير باستمرار تشغيل جدول رمضان حتى الانتهاء من اجازه عيد الفطر المبارك. يعني احنا زودنا ساعه زي العيد، زي رمضان بالظبط، اللي هو الاستمرار الساعه الزياده. ان شاء الله احنا هنبدا الساعه 5:15 صباحا التشغيل، وهننتهي اخر قطر من محطه مترو حلوان الخط الاول الساعه 12:30، واخر قطر من محطه مترو المرج الجديده الساعه 12:30 صباحا، واخر قطر من محطه مترو شبرا الخيمه ومحطه مترو المنيب الساعه 12:30 صباحا. حلو جدا قوي خالص. هو احنا في كم مواطن بيستخدم المترو يوميا يا فندم؟ احنا عندنا اللي بيركب مترو الانفاق الخطوط الثلاثة، اللي هو الخط الاول والخط الثاني والخط الثالث، اكتر من 3 مليون راكب يوميا. اللهم صل على النبي. طب سؤال بقى كمان، انا عارف انه في الخط الثالث اظن شغالين فيه عند المتحف المصري الكبير، مش كده؟ هو سيادتك ده هم شغالين، بس هو من اختصاص الهيئة القومية للانفاق. احنا بنتكلم باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق. أيوه. الخط الاول والخط الثاني. انا بسأل ليه بقى؟ عشان عايز اعرف هل جالكم اخبار هيتفتح امتى الخط ده او المحطة دي؟ هو اللي يعرف طبعا الاخبار ويعرف التكلفة بتاعته ويعرف هيتفتح امتى، جدول تشغيله كله مع الهيئة القومية للانفاق. احنا كده مش عارفين نسترزق منك يا استاذ احمد، مش هينفع. لا والله احنا عايزين نطلع اي تصريح. نتكلم في الاستعدادات، المترو عندنا مثلا 1120 رحلة في اليوم. في الخط الأول حوالي 510 رحلة، الخط الثاني حوالي 610 رحلة. طبعا احنا هندفع بكل القطارات المكيفة اللي لمواجهة أي طقس، الطقس الحار في محطات المترو. طبعا احنا عندنا استعدنا برضو من نقاط الإسعاف، عندنا حوالي 20 نقطة إسعاف موزعين على خطوط المترو الأنفاق لمواجهة أي حالة طارئة في اي محطه مترو ونقلها لاقرب مستشفى لو لزم الامر. طبعا في تنسيق بيننا وبين شرطه النقل والمواصلات وشرطه مترو الانفاق لعمل اكمنه ثابته داخل المحطات، وعمل اكمنه متحركه داخل القطارات لمتابعه الحاله الامنيه داخل محطات مترو الانفاق. طبعا الاجراءات الاحترازيه احنا يوميا بنطهر وبنعقم جميع المحطات وجميع القطارات وجميع الاماكن التلامسيه مع الساده الركاب. صحيح. يوميا على مدار اليوم كل محطه مترو فيها فريق عمل لتطهير وتعقيم جميع الاماكن التلامسيه، ومن خلال الاذاعه الداخليه برضو بنذيع على الساده الركاب. يعني احنا موجودين مترو الانفاق بنقدم الحمد لله بفضل الله خدمه متميزه، وعندنا خط ساخن شغال على مدار ال 24 ساعه. لو في اي حد عنده شكوى او استفسار او اقتراح بيتصل بالخط الساخن اللي هو رقمه 16048. ومش كده وبس يا فندم، احنا عندنا في اكشاك موجوده في محطات مترو الانفاق لتلقي المواطنين لقاحات كورونا زي جونسون وزي استرازينكا. طبعا بالتنسيق الكامل مع وزاره النقل ووزاره الصحه. صح. موجودين في المحطات وشغالين من اول اليوم لاخر اليوم لاستقبال اي حاله عايز يطعم لمسافر اي دوله بيجي لنا محطات المترو. عندنا مكاتب في محطات المترو ايضا لمنظومه الشكاوي الحكوميه الموحده التابعه لرئاسه مجلس الوزراء لتلقي اي شكوى من خلال او في اي جهه حكوميه. يعني مش المترو بس، يعني مش احنا قاعدين للمترو، لا، لو اي حد عنده شكوى في وزاره الاسكان، في وزاره النقل، في وزاره اي وزاره حكوميه او اي هيئه حكوميه بيتفضل على محطات المترو. متواجد مكاتب لمنظومه الشكاوي الحكوميه من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 9 مساء لعرض الشكوى
بيتفقوا عليه وتسجيلها على التابلت الموجود وتسجيلها على الموقع الالكتروني الخاص برئاسه مجلس الوزراء. عظيم جدا. طيب معلش اخيرا كده باعتبار انه العيد فرحه زي ما بنقول، يعني هيبقى في اعداد اظن هتبقى اكبر من مستخدمي اليومي العادي، لكن الاعداد هتزيد شويه يمكن في العيد، وبالتالي برضه هيزيد عدد الاطفال الصغيرين اللي ممكن يبقوا موجودين. هل بتبقى الشركه عامله استعدادات زياده عن الايام الطبيعيه؟ ممكن يبقى في عدد عربيات زياده، عدد رحلات اكتر، بيبقى عدد تشغيل قطارات اكتر، بيبقى في مراقبه اكتر للخطوط والارصفه وما الى ذلك علشان التدافع، الازدحام، وجود اطفال وما الى ذلك؟ بالفعل يا فندم طبعا احنا مجهزين قطارات اضافيه في كل محطه ابتدائيه زي محطه شبرا الخيمه، محطه المنيب، محطه حلوان، محطه المرج، بيكون في قطارات اضافيه فارغه من الركاب بيتم الدفع بها وقت اي وقت زحام في اي محطه مترو مزدحمه او فيها اي تكدس من الركاب، مش في عيد الفطر بس لا في اي يوم حتى من الايام الطبيعيه او الايام العاديه بيتم الدفع في المحطات المزدحمه لامتصاص الزحام داخل هذه المحطات. النهارده يا فندم كنا احنا بنوزع من اول يوم رمضان، من يوم 1 رمضان حتى 30 رمضان اللي هو النهارده، كنا بنوزع كل يوم وجبات على السادة الركاب في بعض المحطات المزدحمة بالتعاون مع بعض الجامعات الأهلية للمشاركة المجتمعية طبعا بتوجيهات وتعليمات من فريق كامل الوزير. أيضا النهاردة كنا وصلنا ل 150,000 وجبة اتوزعت على السادة الركاب على مدار الشهر، يعني كان كل يوم بنوزع حوالي 5000 وجبة، كل محطة 500 وجبة لمدة حوالي 10 محطات، عملنا حوالي 150,000 وجبة. بكرة إن شاء الله يا فندم معانا برضو بنك الكساء، البنك الكساء بعت مصليات حوالي 1000 مصلية و1000 كاب هيتم توزيعهم على بعض المحطات ان شاء الله على صدر الركاب تحت شعار هنفرح بالعيد. صحيح، ربنا يفرحنا جميعا. بشكرك جدا استاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم شركه تشغيل مترو الانفاق. وجبات في المترو 150,000 وجبه، 5000 وجبه بشكل يومي بالتعاون مع الجمعيات الاهليه. قال لك مصر ما اتغيرتش. كل ده ومصر ما اتغيرتش. يا دين النبي، هم لو كانت اتغيرت كان حصل ايه يعني؟ انا مش عارف، عايزين مثلا نوزع مكوكات فضاء على المواطنين؟ انا مش بقول لك ان احنا عملنا كل حاجه ممكن تتعمل، انا ما بقولكش احنا السويد ولا احنا سويسرا ولا احنا النرويج ولا الدنمارك يا عم. انا بقول لك ان احنا كنا في حته تانية خالص بعيد عن ده.